السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم جيت نهضر لكم على الجهاز هذا اللي لازم يكون عند أي مربي محترف أو هاوي للقيمة اللي يتوفر لها هذا الجهاز من ناحية سواء رعاية الطيور أو في مرضها. من ناحية لو أن أنت هجرت العش ولم تستطع ولم تجد أي أنت أخرى تقوم بحد البيض، يمكن لك صناعة فقاسة نفس مبدأ هذه النوعية من الفقاسات، وأنت تستعمل مجرد كرتون وتضبط الجهاز الذي ذكرناه سابقا، وتقوم بإنشاء فقاسة بسيطة يتحكم فيها ذلك الجهاز في درجة حرارتها وتفقس البيوض بإذن الله. هذا من جهة. ومن جهة العلاجية يمكن لك أيضا تصميم مثل هذا الجهاز هذا النموذج باستعمال الكرتون ووضع ذلك الجهاز وضبطه لكي لا تتعدى درجة الحرارة المسموح بها. كما نعلم درجة الحرارة مهمة جدا في عملية شفاء الطيور من الأمراض، لأن الطيور في مرحلة المرض تفقد الكثير من الطاقة في محاولة تدفئة جسمها. هذا الجهاز قمت بشرائه من علي إكسبرس، وهذا فتح للعلبة سوف نشاهده، وفيما بعد إن شاء الله أقوم بعمل نموذج عن كيفية توصيله وكيفية ربطه مع المصباح. هو سهل جدا، كما تشاهدون يأتي بثلاث أنواع، 12 فولت و 24 فولت و 220 فولت. أنا قمت بشراء 220 فولت لكي يسهل علي ربطه مباشرة من المدخل. الأحمر والأسود هذا هو للطاقة، وهذا هو الحساس الذي يستشعر درجة الحرارة. وهنا تتحكم في درجة الحرارة هذه الشاشة تبين لك درجة الحرارة المتواجدة في المحيط.